الإذاعي المحليات الأصايل، نذكر عناية الفائزين بأشواط الرموز الأربعة بأن التتويج بعد نهاية الشوط السادس مباشرة في المنصة الرئيسية. ننطلق معاكم مشاهدين الأعزاء ومباشرة إلى المركز الأول هذه الفارعة لشفيان بسالم بن محمد العامري. يتقدم هذه الأسماء بينما هجمة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي ياتي في المركز الثاني، والنقلة مباشرة إلى المركز الثالث هناك ليجد هذه الانطلاقة مع الوثبة سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي بقيادة أبو عامر الذي يتقدم هناك ويقدم لنا انطلاقة الوثبة. بينما المركز الرابع الوصول من راهية لسلطان بن مبارك بن حميد الاكتبي وصل هذا المركز الرابع. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات مهمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. بينما النقلة مباشرة إلى جلنار لسيب بن علي بن سالم راعي الرقود العامري يتقدم على المركز السادس. بينما المركز السابع صعايب لنايب بن مبارك بن سعيد النعيمي أيضا واصل في هذه اللحظات، وفي هذا التقدم الجميل خذت المركز السابع في هذه اللحظات. تتقدم من خلال هذه الأسماء ومن خلال هذه المنافسة خذت المركز السابع. المركز الثامن اليافل سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي خذ المركز السابع. أنا بدوري أخذ المركز الثامن. هناك الوصول في ثامن المراكز والقادمة هذه غزلان سعيد بن طبازة بن الدودة العامري وصل في هذه اللحظات. بينما المركز التاسع القادم وصفة خليفة بن عبد الله بن ياعد ايضا يتقدم، او هذه طلوع سالم بن سيف بن مبارك الاكتبي ياتي مع هذا الاسم. وصول من العاصمة على المركز العاشر لسيف بن سعيد بن علي بن عمرو الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمة الباحثة عن هذا الانطلاق الباحثة عن هذا الفوز والانتصار. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الصدارة الاولى، الى المنافسة الاولى، الى المقدمة الاولى حيث الصدارة والمركز الاول ومقدمة هذا الشوط. هذه الفارعة لشفيان بن سالم بن محمد العامري على المركز الاول على صدارة هذا الشوط، على هذا التقدم القوي، على هذا التقدم الممتاز على المركز الاول. بينما المركز الثاني هناك مهمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري بدأ يرسل مهمة في مهمة هذا الشوط الذي يأتي بعد اشواط الرموز. وصل راعي الرقود، وصل راعي الرقود ليتقدم من خلال جلنار سيف بن علي بن سالم العامري. وبن حمدش يصل هنا مع اليافل سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي بدأ يغير. القادمة الوثبة، القادمة الوثبة من السياج الخارجي لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي يتقدم على المركز الخامس. بينما المركز السادس صعايب لنايب بن مبارك بن سعيد النعيمي يقدم لنا صعايب بقيادة عوض بن سالم الدويكي يتابعها متابعة رائعة في هذا الشوط. نتمنى لها التوفيق ولكل المشاركين. الدخول الآخر من راهية سلطان بن مبارك بن حميد الاكتبي يتقدم في هذه الانطلاقة وهذا التميز. وصل بن طبازة، وصل بن طبازة ليقدم غزلان، مجموعة من الغزلان خذت المركز السابع. سعيد بن طبازة بن الدود العامري يتقدم، ولكن من الواصل؟ من القادم هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام؟ الوثبه، الوثبه مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي. وصل البلوشي، وصل راعي صوغه ليقدم لنا هذه الانطلاقه القويه والعملاقه. ولكن بن ياعد يقدم وصل خليل بن عبد الله بن ياعد. الله، ارى شعاري اعلان من الزاويه الاخرى. يتقدم مشاهدين الاعزاء مع بينونه مبارك بن سويد بن قران
المنصوري، اختلط الحابل بالنابل وشعار النادر قادم. سهيل بن ميع السبوسي، هذه النتيجة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، الاثنين كيلومترات المتبقية ومهمة على الصدارة. عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا مهمة، وهناك بن حمدش ياتي، سعيد بن محمد بن مبارك أيضا، بن حمدش الخيالي. وصلت الوثبة، وصلت الوثبة، يتقدم شعار سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي، يقدم لنا الوثبة في هذا الانطلاق، الوثبة في هذا الانطلاق بقيادة راشد بن خليفة. بالمر النيادي يقدم لنا الوثبة، خذت المركز الثالث، بينما المركز الرابع الزاوية الأخرى تحمل اسم جديد في منافسات هذا المساء. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، اللي خذت المركز الرابع نتعرف عليها. هنا الوثبة في المركز الخامس، يتقدم مظفر بن غلام بن موسى البلوشي، والمركز السادس سماح سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. وصل الرميثي، أول نداء، أول نداء، هناك سمح مبارك بن بطي بن مناخر الخيالي من الزاوية الأخرى، ولكن الوصول الله عالية عالية عالية. حمدان بن سعيد بن يابر، الدخول الآخر من منحاف غدير بن محمد بن غدير العفاري. مرحبا بأبناء المصانع ومن طول الغيبات يا أبو محمد يا بالغنايم، على ظهر منحاف وصلوا أبناء مصانع الجنوب. المنافسة، المنافسة في الكيلومتر الأخير، في الكيلومتر المثير، بن حمدش أيضا، بن حلوس، بن مناخر، البلوشي، بن غلام رباعية، وبقيادة أبو منصور سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي على ظهر اليافل، اليافل، اليافل. وصل أيضا، يتقدم محمد بن سعيد بن مطر الرميثي مع سماح، سماح، سماح. هناك أيضا منحاف غدير بن محمد بن غدير العفاري، واصل العفاري، يتدخل من خلال هذا الاسم، ولكن بن حمدش على صدارة، بن حمدش. الوثبة، 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 الوثبة اللي بدأت تغير. هناك مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، غزلان، غزلان سعيد بن طبازة بن الدود العامري، وصل بن طبازة، ما شاء الله تبارك الله، سرعة جنونية، سرعة فائقة مع بن طبازة، أيضا تفوق الخمسين كيلومتر في الساعة من خلال هذا الأداء المتميز. غزلان هي من تغازل المقدمة، سعيد بن طبازة بن الدود العامري، سلام غزلان، سلام، سلام يا سعيد، سلام على هذا الفوز. هذه يا غزلان في موقع الغزلان وفي الأداء الجميل، وزهب لها الزعفران. غزلان يا سيدي تستاهل الزعفران، تهانينا والناموس لسعيد بن طبازة بن الدود العامري. المركز الثاني، وصلت أيضا هناك من حاف غدير بن محمد بن غدير العفاري. المركز الثالث الوثبة لي أيضا مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. المركز الرابع، وصلت في بينونة المبارك بن سويد بن قران المصوري اليافل. بالمركز الخامس لسعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي، تهانينا والناموس. هكذا مشاهدين الأعزاء نعود للتوقيت الزمني ولحظات الإعادة مع غزلان. مشاهدين الأعزاء، حيث قطعت المسافة 9 دقائق 9 أجزاء من الثانية، تهانينا لسعيد بن طبازة بن الدود العامري. المركز الثاني، قدمت العرض الرائع من حاف لغدير بن محمد بن غدير العفاري ب9 دقائق 4 ثواني جزءا واحدا من الثانية، تهانينا لابو محمد على هذا الفوز، فوز من حاف غدير بن محمد بن غدير العفاري. المركز الثالث، 9 دقائق 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية، الوثبة لمظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، تهانينا والناموس.